مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا جدا وغير مكلفة ومقاديرها موجودة في البيت. هتعملي وصفة لتلميع وتنظيف السيراميك، سيراميك الحمام، سيراميك المطبخ. الوصفة دي قاهرة للدهون والأوساخ المتراكمة. هتنظف معاكي السيراميك، هتخليه جديد ويرجع يلمع زي الأول. الوصفة دي سحرية، خلطة جبارة، هنعملها في البيت في أقل وقت. هتنضف معانا السيراميك ومش هنحتاج أي مواد كيماوية نجيبها من بره علشان ننظف بيها السيراميك بتاعنا. بخطوات بسيطة هنعملها مع بعض، ويا رب كده الفيديو ينال إعجابكم. وإذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا مع بعض. أول حاجة هنحتاجها قطعة صابون غسيل. الصابون ده أنا عملته معاكم على القناة، بنعمل بيه وصفات جميل جدا جدا وقاهر للأوساخ والدهون بأمانة. جربيه مش هتندمي. ولو حابة تعملي زي نفس الطريقة هسيبلك اللينك في صندوق الوصف. اول حاجة هنعملها هنبشر قطعة الصابون بتاعتنا. هنا بعد ما بشرنا الصابونة بتاعتنا بالشكل ده هبتدي انزل عليها بكوباية صغيرة كده من المية المغلية، وهنقلب. احنا عاوزين الصابون بتاعنا يدوب، هنقلب كده الصابون كويس لحد ما يدوب معانا. هنحط كمان حوالي معلقتين كده من المية المغلية علشان يدوب معانا الصابون كويس. ما تنزليش بكميات مية كتيرة علشان احنا عاوزين الصابون بتاعنا تقيل مش عاوزينه خفيف عشان الوصفة بتاعتنا تنجح معانا. بعد ما دابت معانا الصابونة كده كويس زي ما انت شايفة كده القوام اللي احنا محتاجينه علشان تنجح الوصفة بتاعتنا مع بعض، هنجيب هنا كوباية مية. هنزل في كوباية المية بمعلقتين من بيكربونات الصوديوم اللي بنحطها للطعمية بالشكل ده، وهنقلبها. هنحتاج عليها كمان معلقة ملح، ملح طعام، وهنقلب. بعد ما قلبنا الملح كويس كده وبيكربونات الصوديوم، هننزل هنا بثلاث معالق كبار من السكر. هنقلب كده السكر الأول مع الصابون بتاعنا. السكر هيعزز الرغوة معانا وهينظف معانا كويس. زي ما انت شايفة كده الصابون بتاعنا تقل اكتر لما ضفنا له السكر، وكمان السكر بتاعنا داب كله علشان الصابون احنا ضفنا عليه مية سخنة فهو سخن فدوب السكر معانا. هننزل كمان هنا بعصرة ليمونة كاملة، هنضيفها كده على الكوباية اللي احنا حطينا فيها البيكربونات والملح الطعام. ضفنا حوالي ليمونة كده وسط. هنحتاج يعني ممكن لو عيرتيهم بالمعلقة يجوا معلقتين كبار. هننزل كده بالخليط ده ونقلب بالمية اللي احنا ضفناها. طبعا انا هنقول الخلطة بتاعتي في بولة اكبر من اللي بنستخدمها عشان انا عملت كمية كبيرة. هنقلب كده المكونات اللي احنا ضفناها كويس، وهنزل عليها كمان بكوباية سائل مواعين. اي سائل مواعين عندك متوفر هتضيفيه. انا السائل ده عملته معاكم على القناة، جميل جدا وبنضف قوامه تقيل حلو خالص. هنزل على الخليط بتاعي كمان بمعلقتين كده اكسجين. الاكسجين منظف جميل جدا جدا، جربيه بس خدي حذرك انت وتشتغلي وتجهزي الوصفة بتاعتك. هنقلب كده الخليط ده كويس، وبكده الخلطة بتاعتنا جهزت اهي زي ما انت شايفة كده جهزت معانا. انا جبت جردل، هنزل كده
بالوصفة بتاعتي، هنزل بكمية حلوة كده علشان انا اغسل الحمام كله بالشكل ده. هنزل عليهم كمان بحوالي لتر مية بالشكل ده، وهنبل كده السلكة بتاعتنا، وناخد من الخلطة بتاعتنا الجبارة دي وهنغسل مع بعض. شايفة الرغوة قد ايه؟ حاجة كده جميلة جدا. هنبتدي نغسل الحوض بتاعنا ونشوف قد ايه هو هيلمع وهيرجع جديد. لو الحمام بتاعك بيجير وبيعمل جير كده السيراميك من الاستحمام والاستخدام، الوصفة دي هتنضف لك الحمام بتاعك بكل سهولة ومن غير دعك ولا مجهود، ولا انت تحتاجي كمان تجيبي باور وتجيبي حاجات منظفات تشتريها من بره وتكلفي نفسك. حاجات دي بسيطة جدا جدا وهتعمليها في البيت، هتنضف معاكي وهتلمع زي ما انت شايفة. الرغوة بتاعتها عالية وجميلة جدا جدا، تستحق التجربة بجد. زي ما انت شايفه كده بشفط الحوض بتاعي، شايفه بيلمع قد ايه، ورجع زي الاول. وكمان البانيو بتاعنا شايفه. حاجة كده جميلة جدا جدا وغير مكلفة، ويا رب كده الفيديو في ناس عجبكم. وانت عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.